جايه اعدادها كبيره برضه، جايه في على مرمى من المشرق كده في الاتجاه برضه القاهره. وسيحكم التاريخ علي وعلى اسمي. قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح او هل في واحد مصيب بطلقه راس من عندنا؟ كان واكبر معوق لحركه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من مباشر مصر. قال المرصد العربي لحرية الإعلام إنه في اليوم العالمي لمناهضة الصحفيات المصريات أو لمناهضة العنف ضد المرأة، ما زالت بعض الصحفيات المصريات يرزحن تحت عنف وإرهاب السلطات الحاكمة وفق إجراءات ممنهجة وبرعاية حكومة أو برعاية حكومية منذ انقلاب 3 يوليو عام 2013. أضاف المرصد في بيان له: لقد فقدت 3 صحفيات حياتهن إما رميا بالرصاص أو بسبب الإهمال، فيما تواجه صحفية رابعة حكما معيبا غيابيا بالإعدام. تعرضت 14 صحفية على الأقل للحبس والاحتجاز والانتهاكات الشائعة، بعضهن ما زلنا رهن الحبس التعسفي والأحكام الجائرة. وطلب المرصد السلطات القضائية في مصر بإنصاف الصحفيات التي قتلنا أو تعرضنا لانتهاكات خلال حبسهن، داعيا لسرعة إطلاق سراح المحتجزات منهن سواء تنفيذا لحكم قضائي لم تتوفر له ضمانات المحاكمة العادلة أو المحتجزات في الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامات باطلة. ودعا المرصد العربي لحرية الإعلام هيئات الأمم المتحدة وكل المنظمات المعنية بالمرأة وحرية الصحافة للتحرك سويا لإنقاذ هؤلاء الصحفيات من براثن أجهزة أمنية لا تراعي أي اعتبارات قانونية أو أخلاقية. مشاهدينا الكرام، المزيد ربما حول الأوضاع حاليا في مصر، الأوضاع الحقوقية وغيرها. نعم، إذن مشاهدينا الكرام، عودة لهذا الخبر فيما يتعلق بالمرصد العربي لحرية الإعلام الذي يتحدث عن العنف ضد المرأة المصرية خاصة فيما يتعلق بالصحفيات المصرية. ذكر عدد وربما إحصائيات لهذه الحالات، حالات الاضطهاد، حالات القتل التعسفي، حالات الاعتقال أيضا التعسفي في حق الصحفيات، ليس الصحفيات فقط وإنما كثير من المصريات يخضعن مع الأسف تحت هذا القمع المتواصل والممنهج ضد المرأة المصري. المرأة المصرية تعاني بشكل كبير في ظل هذه الحكومة، حكومة الانقلاب منذ 3 يوليو وحتى الآن. المرأة المصرية لها دور من البداية، دور في ثورة يناير، دور كبير في مناهضة الانقلاب العسكري. ربما أيضا مشاهدينا الكرام سينضم إلينا عبر الهاتف، أو ربما سينضم إلينا بعد قليل عبر في الاستوديو، السيد محمد الجبة الناشط السياسي المصري. إذا مشاهدينا الكرام، عودة إلى التعسف ضد نعم. وينضم إلينا أيضا السيد كمال الهلباوي، عضو المجلس القومي حقوق الإنسان سابقا. سيد كمال الهلباوي، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، يا مرحبا. أهلا بك سيد كمال. إذا فيما يتعلق بالأزمة في مصر حاليا، كان هناك مبادرة قد أطلقتها ربما منذ ما يزيد عن 6 أشهر، وكان هناك جدل كبير حول هذه المبادرة وربما حول شخص حضرتك دكتور كمال. في هذه المرحلة بالتحديد، لماذا توقف الحديث عن هذه المبادرة؟
هل رأيت أنه لا سبيل لحل الأزمة المصرية في ظل هذه الظروف وهذه المعطيات؟ بسم الله والحمد لله. أنا موصل الحديث عن المبادرة والسعي لعمل مؤسسة والتعاون مع بعض الهيئات والأنقاض حتى نخف الصراع. إنما الحقيقة الصراع في مصر صراع دمر مستمر سنوات طويلة، وكان سبب أزمة كبيرة في التوصل إلى الحل. نعم. لأنه اللوم لا يقع على فرد بعين ولا على مؤسسة واحدة، إنما الأزمة تتباعد في جهات كثيرة ومؤسسات كثيرة، والشعب ليس بمعزل عن هذا، والمعارضة أيضا ليست بمعزل عن هذا، والنظام طبعا في صلب هذه الأزمة. نعم. طب خلينا نفصل دكتور كمال فيما يتعلق بالشعب ليس بمعزل عن هذا، ماذا يعني ذلك حتى ننتقل أيضا لموضوع المعارضة؟ الشعب يجب أن يكون له دور فاعل في قضية الاختيار على الصواب الذي يراه. الشعب بمعزل أو ملهي بقضية الأكل والعيش والمطعم. الشعب ليس له دور في السياسة لا مع المعارضة ولا مع النظام. نعم. طب دكتور كمال، أرجو أن لو سمحت أن تقرب الهاتف منك حتى أستطيع سماعك بشكل جيد. أيوه. نعم دكتور كمال، فيما يتعلق بالمعارضة قلت بأن المعارضة ليست بمعزل عن ذلك، كيف تقيم أداء المعارضة في هذه المرحلة من وجهة نظرك؟ كان المعارضة طبعا متنوعة وليست معارضة واحدة، يعني هناك معارضة أيديولوجية، وهناك معارضة ذات قوة وتنظيم، وهناك معارضة فردية أو أشخاص، وهناك معارضة كانت وطنية متفككة الآن منها ما يميل للفكر هذا وهذا. نعم. ولكن أقصد أن المعارضة حتى الآن واقعة في الصراع مختلف تشكيلاتها، وليس لها مشروع لإنقاذ الشعب حقيقة، أو تعليم الشعب، أو تربية الشعب، أو بناء الشعب. كل ملهو في الصراع وفي السيطرة في سقوط الآخر، كأن سقوط الآخر ينهي الأزمة. يعني أتكلم مثلا عن النظام العسكري منذ 52 مثلا على سبيل المثال، على السيسي رئيس الدولة يقول رئيس الانقلاب، السيسي مشي مشي الصار بسبب الأزمة، مشي السادات عبد الناصر وكتابه الملك فلان قلنا تنتهي الأزمة وما انتهت، ومات الرئيس الفلاني وما انتهت، ومش القذافي وما انتهت، ومش صدام وما انتهت، ومش علي الدين العابدين في تونس وما انتهت. نعم. لابد أن نفكر أن الأزمة أكبر من الأشخاص، وأن الأزمة أكبر من النظام الحاكم سواء كان في مصر أو غير مصر. إذن الأزمة تكمن أين دكتور كمال بالأساس؟ في الكل، في الكل، درجات متفاوتة في الكل. الأنظمة مسؤولة مسؤولية كبيرة، المعارضة أيضا مسؤولية كبيرة عن هذا. المعارضة كما ذكرت لك ليس لديها مشروع واضح للتحقق الشعب. المعارضة تدعو من الشعب وراها، وأنا أكيد لك أن الشعوب ليست وراء المعارضة ولا وراء الشباب، قليل من الشعب اللي مهتم
بالمعارضة بالحكام لملهي كابل الهوز والغلو الأطار والذهاب إلى العمل والبطالة والعنف الموجود والإرهاب ونتيجته وما إلى ذلك وتبديد ثروات الأمة بالصراع. وبالتالي دكتور كمال من وجهة نظرك كيف للمعارضة أن تصل إلى الشعب؟ حضرتك ذكرت بأنه الشعب لا بيمشي وراء معارضة ولا بيمشي وراء نظام وهو ملهي. في ظل هذه الحالة، حالة الفقر اللي موجودة أو حالة الانشغال بأكل العيش، كيف يمكن للمعارضة أو المناهضين للانقلاب أن يصلوا إلى هذا الشعب لإيجاد مشروع ينقذ مصر مما هي فيه؟ أولا بالنسبة للشعب يحتاج أن يرى معارضة أو حكومة مستقلة، ويحتاج أن يرى معارضة أو حكومة تهتم بالمشكلات الحقيقية للشعوب، تدعى إلى تقليل البطالة ثم إلى ذلك. يحب يرى معارضة أو نظام بيتكلم عن أدوة السلوك المعود في المجتمع، أو بيدعى إلى الحوار بدلا من الصراع، أو بيدعى إلى مواجهة التخلف والفساد بطرق حقيقية. درجات متفاوتة خطر جدا بأنه يكيل لبعضه، ما في ما كتبت شيء ما فيها مش فيها حاكم. لو سمحت يا دكتور كمال، لو تقرب الهاتف منك حتى استطيع سماعك. نعم ايوه نعم تفضل دكتور. نحن عندنا مجموعه ازمات، الازمه الكبيره ازمه العنف والارهاب، ازمه التخلف، ازمه الفساد، ازمه التعصب المذهبي والطائفي، ازمه الاعتماد على الغرب، أزمة السلوك المهوج في المجتمع، أزمة إهمال الحوار لصالح الصراع، أزمة إهمال ثروات الأمة. نعم. يعني أزمات الاستيراد أكثر من التصدير، الاستهلاك أكثر من الإنتاج. يعني عندنا ما فيش توازن، عن ضعف توازن في المصيرة. وبعدين ليس هناك من يعمل لعلاج هذه الأزمات مع الشعب، حتى إن الشعب يحس بأنه محظوظ بحكومة محترمة، المعارضة لها مستقبل محترم أيضا كذلك. المعارضات على سبيل المثال، على سبيل المثال نعم من الحكومة تجدد إسلامية، اعتبار رئيس الوزراء إسلام السابق والحالي بعض الوزراء. هل قلة البطالة؟ هل الإضرابات موجودة في المغرب؟ مرة الصيادين، مرة غير الصيادين، مرة البار، مرة العلاج، مرة الشرطة أيضا تضرب الناس. يعني مثلا حالة الحالات الموجودة. أيضا السودان بيحكم الإسلامية 1989 ثورة العثمان حتى اليوم ماذا حدث؟ أو أيضا في تونس المشاركة بعد يناير 2011 مشاركة الإسلاميين في السلطة. نعم. وأنت عارف القرارات اللي بتتخذ حتى ضد الشريعة نفسها، أو إقرار المرأة مع الرجل والتساوي. كأن هي دي المشكلة وشغل الناس ببعضهم. إذا اللي أنا عايز أقول إن هناك مشكلة عامة، أرجو أن نخرج من الاتهامات وأن نخرج من الصراع إلى الحوار. أرجو من الأنظمة البائسة المستبدة اللي بتكتم على الشعوب إنها تلجأ إلى الحوار بدلا من الصراع،
حتى توفر بدل ما تطارد المعارضة وتشتتها بالبلاد المختلفة، والمعارضة تروح يعني تصبح معارضة بعضها غير مستقل. لازم الوطن يحتاج الجميع، لا يحتاج إخفاء ولا استثناء لأحد من أبناء الوطن. فده اللي حبيت أقوله، لأن المشكلة بعض الناس تصورهم ساذج، يعني بس معانا إنه مثلا المشكلة هي الاستبداد أو الأزمة هي قضية فلسطين. ولذلك أنا كنت بكتب ساعات أقول طيب لو ربنا خد اليهود الصهاينة كلهم بكرة الصبح وده هيبقى فرح كبير عند المسلمين، إنما هل الأمة تكون قد تقدمت؟ يعني المشكلات موجودة والتحديات موجودة، ولكن العمل للتقدم هو اللي مفقود. نعم. طب يا دكتور، حضرتك ضربت أمثلة للمغرب ولتونس وللسودان، ونحن نتحدث عن مصر. ما من وجهة نظرك ما هو العامل المشترك ما بين هذه الشعوب الأربع التي ذكرت؟ يعني العامل المشترك طريقة التفكير غير دقيقة. ولما أتكلم على التفكير مش معنى ذلك ما تفكر كده منه للسماء، إنما التفكير بمعنى إن إحنا نظر إلى الواقع وإلى الأزمة الحقيقية ونظر إلى العلاج الحقيقي. كذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول نعم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أو يقول في الإسراء نعم وجعلنا الليل والنهار آيتين نعم فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. لو أنا أسأل حضرتك مين يعرف عدد السنين والحساب؟ اليابانيين اللي ما غير مؤمنين ولا المسلمين؟ مين يعرف الكوريين متقدمين ولا العرب؟ إذا نحن ينقصنا التفكير ومراكز الأبحاث الحقيقية وليست مراكز الأبحاث الصورية التي ترى جزءا من الصورة وتسمى مراكز استراتيجية وتطرح حلول وهمية لكثير من قضايانا. أو الوعي مثلا، تتكلم على الوعي، الشعب يحتاج فعلا إلى وعي ويحتاج إلى حل. وحتى الجماعة بتاعت العنف والإرهاب والجهاد وما إلى ذلك، أو لهم الشعب يحمل أو الأمة بتحمل على كتفها الآن قضايا كانت زمان قضية فلسطين فقط، الآن عندنا فلسطين وسوريا واليمن والصومال وأفغانستان وليبيا يعني زادت المشاكل في الأمة. كاتب الأمة لم يعد قادرا على حل هذه المشكلات. التفكير اللي كنا بنشوفه في أفغانستان يا أستاذ، كانت الدبابة قبل المدرسة والصاروخ قبل المستشفى، وانت شايف النتيجة. لذلك أفغانستان محتلة بالأمريكان والعنف من طالبان، الشعب مسكين كل يوم يموت بعد جهات سنوات طويلة. أين العقل العربي؟ أين العقل المسلم للتدخل؟ ولذلك أنا لما طرحت المبادرة كان هدفي الخروج من الصراع إلى الحوار، وهدفي أيضا من ذلك إن إحنا لا نثير مزيدا من الصراع ونكون وقودا للآخرين. طيب نعم دكتور كمال، ابقى معي، سأعود إليك بعد فاصل قصير جدا. سأعود إليك دكتور كمال، ابقى معي مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل، ابقى معنا. مسيرة ثانية جاية، أعدادها كثيرة برضه جاية على مرضى من البشر كده في الاتجاه برضه القاهرة. وسيحكم التاريخ علي وعلى أسامي، قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح؟ أو هل في واحد مصيب بطعم خلاص من عندنا؟ وأكبر معوق لحركة ألف قتل.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من مباشر مصر. أرحب بضيفي انضم إلينا في الاستوديو الأستاذ محمد الجبة الناشط السياسي المصري. أستاذ محمد أهلا بك معنا. أهلا بكم. كما أرحب مرة أخرى بدكتور كمال الهلباوي عضو مجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا. دكتور كمال مرحبا بك مرة أخرى. أشكرك. مرحبا بك. أعود ربما أبدأ معك أستاذ محمد فيما يتعلق بنظرية الحوار بدل أسرع، تحدث عنها دكتور كمال كثيرا وربما أيضا في هذه الحلقة يتحدث عنها وتحدث عن أسباب كثيرة ربما أدت إلى الانحدار الآن في مصر بشكل كبير. من وجهة نظرك الحوار بدل الصراع هل يمكن أنه يتحقق في مصر في هذه المرحلة؟ طيب، في المطلق دائما ما نقول أن الحوار أفضل بكثير جدا من الصراع، ويعني لأسباب عدة، منها أنه يحقن دماء الناس، منها أنه يعني يضمن للناس حياة أفضل، تأكيد أن الحوار أفضل بكثير من الصراع، لكن ده في المطلق. أما في حالات يعني خاصة كحالة مصرية الحالية، لما بيقول الدكتور كمال أنه تعريف الناس أنه مشكلة مصر الكبيرة هي في الاستبداد، يعني أنا بالتأكيد أقول أن الاستبداد واحدة من أكبر المشاكل الموجودة في مصر الآن. لما بيغيب مئات، يعني بيغيب على أقل التقديرات 60,000 أو 50,000 داخل المعتقلات، والدكتور كمال يعلم منهم جيدا من هو يريد الحوار ولا يريد الصراع. دكتور محمد بلتاجي على سبيل المثال، دكتور أستاذ عصام سلطان على سبيل المثال، هؤلاء لم يكونوا أبدا طرفا في صراع بقدر ما كانوا دائما وأبدا طرف من أطراف الحوار في الداخل المصري. إذا غيب هؤلاء بواسطة الاستبداد وواسطة آلة القمع المصرية، آلة قمع حكومية في مصر، من يمكنه الحوار؟ ثم أنه في سؤال آخر يمكن طرحه على الدكتور كمال، وهو أنه هل السلطة في مصر أو هل الحكومة المصرية استجابت لهذا الحوار؟ هل هناك أي بوادر لاستجابة السلطة لهذا الحوار؟ الحقيقة أنه لا، لأنه حتى هذه اللحظة، وبنتكلم عن أسبوعين فاتوا أو 10 أيام فاتوا، بيعتقل نشطات حقيقيات ليس لهم جريرة إلا أنهم بيدافعوا عن الناس المسجونين، أو أنهم بيرعوا أسر المعتقلين، ومسألة رعاية أسر المعتقلين ليست إرهابا على الإطلاق، أو الصحفيات على سبيل المثال، أو الصحفيات. نعم. الحقيقة أنه مدن كاملة، لما يعني طلبنا من أحد الناس اللي كان عضو مجلس قومي لحقوق الإنسان في هذه اللحظة أنه يقف بضد اقتحام مدينة كمدينة كرداسة أو اقتحام مدينة كمدينة دلجة، قال أنه هناك إرهاب في هذا. هل يمكن أن تكون هناك مدن كاملة؟ نتكلم على 5 سنين فاتوا، مش نتكلم على 20 سنة أو 30 سنة فاتوا. هل هناك مدن كاملة يمكن أن تتهم بالإرهاب؟ الحقيقة أنه دائما وأبدا ما احنا بنقول كلام في المطلق كلام جيد جدا. الحوار بكل تأكيد الحوار أفضل، لكن حوار مع من؟ حوار. والحقيقة المساواة هنا في نقطة تانية يعني أثرها الدكتور كمال، هي تحفظ صغير عليها لو يسمح لي حضرته، هي فكرة أنه يعني المعارضة المصرية لديها مشاكل، لكن هل يمكنني أن أساوي بين مجرم اغتصب وسرق السلطة وسرق قوت المصريين وسرق ثروات المصريين، وبين من لم يستطيع، وبين الواحد اللي عنده مشكله شويه في استعاده حقه، مش عارف يستعيده ازاي، ومش عارف يبني استراتيجيه لاستعاده حقه؟ الحقيقه انه ده عنده مشكله، لكن مساواه هذه المشكله بمشكله الاجرام ومشكله اغتصاب السلطه ومشكله اغتصاب ثروات المصريين وبيعها لاطراف اجنبيه. ثم انه في نقطه انا استغربتها الحقيقه، اذا كان الدكتور كمال هو كان المتحدث باسم التنظيم الدولي لاحد الحركات الاسلاميه، بيكلمنا الان في هذه اللحظه عن انه كان هذا يمكن قبل 5-6 سنين او 7 سنين، بيكلمنا الان عن انه التجربه الاسلاميه فشلت في دول انا اؤكد انها لم تحكم اصلا وليست لديها تجربه اسلاميه حقيقيه، لكن ولم يكلمنا مثلا عن تركيا، لم يكلمنا عن السعوديه كمثال اللي بتقول برضه انها بتحكم بالشريعه الاسلاميه. لكن الحقيقه دي بتخلينا اتلخفن شويه. هل المساله انه احنا بنشكك في انظمه لمصلحه مبادرتنا، ولا هي المساله دكتور كمال انه احنا حريصين مبادرتنا ترجح؟ وانا حريص دكتور كمال، واظن انه اطراف كثيره في الداخل المصري حريصه على ان تنجح مبادره الدكتور كمال، اذا
وافق عليها الجميع وليس طرف دون طرف. مبادرة الحوار بالتأكيد يبنى على الحوار ما لا يمكن بنائه على الصراع. طيب لكن الحوار مع من؟ هو ده السؤال. طيب أعود إليك مرة أخرى دكتور كمال. أكثر من نقطة أثرها الأستاذ محمد، منها الصراع بدل الحوار، فكرة المساواة بين النظام وبين المعارضة، فكرة التجربة الإسلامية التي أشرت إليها في أكثر من دولة وقلت بأنها فشلت. فيما يتعلق بالصراع بدل الحوار، الأستاذ محمد يقول بأنه الصراع مع من؟ وهل منذ أن أطلقت حضرتك المبادرة هل كان هناك تفاعل إيجابي من قبل النظام مع هذه المبادرة وهذه الفكرة؟ أولا أذكر أن الأستاذ محمد على حديثه وانتقاده لبعض النقاط في حديثي، فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. والحاجة الثانية أنه أشار إلى تركيا، وأنا سعيد أنه يشير إلى تركيا كدولة متقدمة وناهضة. وأقول له على سبيل المثال، عندما قام الانقلاب من سنتين في تركيا وقف الشعب كله مع ضد هذا الانقلاب. هل هذه الحالة توفرت في مصر؟ أو المعارضة قدرت تصل إلى هذه الحالة وهي تدعم أنها يعني تسير على الطريق المستقيم وما إلى ذلك؟ ولكن لذلك أنا ضربت مثلا وقلت أن المعارضة المصرية بعيدة عن الشعب وتدعم أنها مع الشعب. الشعب طعم الدايق ومنرفز طلعان عينيه. إنما لماذا؟ طب خلينا نقطة نقطة دكتور كمال، حتى نعم دكتور خلينا نقطة نقطة حتى لا يتوه منا الحوار في موضوع الصراع الحوار بدل الصراع. ده نعم. ورد في لسان الأستاذ محمد الجبة جزاه الله خير. نعم. أنا ما لم أتي بفكرة من عندي. لا لا لا, لا أنا سأتحدث عن كل هذه النقاط، ولكن بالترتيب فيما يتعلق بالحوار بدل الصراع. وكان هناك تساؤل لدى الأستاذ محمد، هل هناك تفاعل؟ موافق الراجل، موافق على فكرة الحوار، وده تطور جيد في المعارضة وخاصة المحرومة من الوطن في الخارج، هذا تطور جيد. إنما عندما طرحت المبادرة كان الموقف من بعض الجهات المعارضة متذبذب، وبدأ الدخول في إشكاليات كبيرة ومساومات، كأن المعارضة وكأن الصراع في مصر محصوخ بين الحركة الإسلامية وبين العسكر، العسكرة أو الأخوان أو إنما الصراع في مصر في قضايا أخرى لنا صراحتها التخلف. طيب هذا قلت بأنه كان هناك بعض المواقف متذبذبة من قبل المعارضة، ماذا عن النظام دكتور كمال؟ النظام خلاص احنا اتفقنا ان النظام مستبد، والنظام فاشل في حل المشكلات، والنظام ايضا يلقي التهم، والنظام عنده واحد في الاعلام يمثل الاعلام يقول لك اقتل فلان واقتل فلان واقتل فلان. نعم. وكذابين. وهنا السؤال، اليس تذبذب مواقف المعارضه يعد منطقيا؟ معني عم. نعم تفضل تفضل دكتور. انا سمعت مره واحد في الاعلام المصري بيتكلم على الامير تميم في قطر، يقول اللي انتم شايفينه الان في قطر مش تميم، ده شبيه تميم. هل يعني ادي الاعلام الرسمي اعلام فاسد؟ نعم. اعلام متخلف، اعلام فيه توفيق عكاشة واحمد موسى وغيره من الناس. نعم. على هذه الشاكله والباد وغير الباد، وايضا الاعلام في المعارضه وقع في العنف نفسه. لما الاستاذ محمد بن جبه اللي معاه بيتكلم وهو راجل محترم يقول بين مجرم وبين مش مجرم، يعني انا ودي ان لغتنا تستقي، لان دي ليست لغه المعارضه وليست لغه الاسلاميين ولا الاصلاحيين. اللي بيريد دور اصلاح
يبقى على غرار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فتقول وقولوا للناس حسنا. الناس اللي فيهم مجرم وكافر وظالم وبعيد ومستبد فقولوا للناس حسنا. ذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. يعني إحنا المعارضة أيضا أحياناً طول الوقت. حضرتك وصفت النظام بأنه مستبد، هل هناك فرق بين الإجرام؟ طب خلينا دكتور كمال، خلينا نرجع أيوة أستاذ محمد. أيوة طبعاً هناك فرق بين الإجرام والاستبداد، إحنا هنقعد نخش في مسائل لغوية. طيب خلاص، ماشي يا دكتور، خلاص، خلينا نرجع للأستاذ محمد. اللغة والعنف، اللغة والعنف. طيب أستاذ محمد، طيب يا دكتور. العنف اللفظي. العنف اللفظي والعنف العملي. نعم. طيب يا دكتور خلاص ابقى معي. بعيد عن العنف كل العنف. طيب انا ابقى معي دكتور كمال. استاذ محمد انا بالتاكيد بشكر دكتور كمال على انه ينبهني الى انه ممكن يكون لفظ يعني انا متجاوز فيه قليلا، وانا مش هدافع الحقيقه ومش هقول انه جريمه بيع طيران وصنافير هي جريمه ومن يرتكبها مجرم، ومش هقول الكلام ده. الاستبداد جريمه ومن يرتكبها فهو مجرم، مش هدافع ومش هقول الكلام ده. لكن هانتقل الى نقطه اخرى. الحقيقه الدكتور كمال يعني يمكن انا فاهمها غلط او معارضه او متذبذبين في فهم دعوه حضرتك للحوار، يمكن فهمي غلط. حضرتك دكتور كمال من تدعو الى الحوار؟ تدعو قوى المعارضه الى الحوار فيما بينها او قوى المعارضه في الحوار مع هذا النظام؟ ده سؤالي، ده سؤال اولاني، ويعني هترك لحضرتك المجال في الرد عليه لانه ده سؤال مهم. يعني هل دعوه حضرتك للمعارضه، عشان بس يكون السؤال واضح، دعوه حضرتك للمعارضه هي ما بين قوى المعارضه كلها في مصر وقوى حتى الموالاه ما لم تكن النظام؟ يعني انا بس ده سؤالي. هذا لن يحقق المصالحه، هو يتحدث بشكل اعم. نعم. مع من؟ مع من؟ يعني هل هذه السلطه المستبده التي رفضت الحوار، هل الدكتور كمال في هذه اللحظه يدعوني الى حوار معها من جديد؟ الحقيقه انا هكون مستغرب، ما هي رفضت الحوار. طب خلاص نرجع دكتور يعني كمال في هذا السؤال المباشر. دكتور كمال، هل دعوه حضرتك ان المعارضه فيما بينها تتحاور، او تتحاور المعارضه بجميع المعارضه مع النظام؟ الان انتم تبثون من تركيا، لأن فيها جو حرية وجو إيجابي وجو مساند للحريات، والمعارضة الموجودة المصرية أو التونسية أو العراقية أو السورية أو اليمنية أو غيرها، هل بينهم اتفاق على أن الحوار هو الوسيلة المناسبة؟ أنا أشك في هذا كثير، لأن اللي عنده عنف في اللفظ عندما تأتيه السلطة سيتحول العنف اللفظي إلى عنف عملي. أنا أرجو أن المعارضة كلها تكون تقف وراء قيادة مشتركة، وما تبقاش القضية قضية صراع مرة بين الإسلاميين ومرة بين الاشتراكيين والنظام، إنما يبقى هناك مشروع يقف وراء الجميع بعيد عن الأيديولوجيات وبعيد عن الطائفية وبعيد عن المذهبية. وهذا المشروع يعني يتكلم عن بناء الشعب المصري وخروجه من الأزمات التي تواجهه. ده بالنسبة للأزمة المصرية وما إلى ذلك. فإذا المعارضة يعني طب ما المعارضة كانت موجودة في مصر وكان هناك التحالف الشرعي أو الشرعية من الإسلاميين كلهم، أين هذا التحالف الآن؟ وأين هي المؤسسات الحقيقية؟ عندكم مجلس اسمه المجلس الثوري موجود برا تركيا أو داخل تركيا أو غيره. ما المؤسسات التي قامت كلها هي مؤسسات تكاد تكون لمجموعة من الأشخاص، فكيف تكون مؤسسات وهمية على الورق؟ ليس هناك مؤسسة عاطفية استطاعت أن تقنع الشعوب أو الشعب المصري بمشروعها حتى يقف وراءها كما وقف وراء أردوغان عند محاولة الانقلاب. فالعملية محتاجة إلى بناء وتربية، ومحتاجة إلى تدبر المقاومة والاتفاق اولا على نبذ العنف تماما. العنف ما عمره ما جاب اي فائده،
هل ترى بانه هناك من يدعو الى عنف دكتور كمال في المناهضين للانقلاب او المعارضه ما تسمى المعارضه في الخارج او غيره؟ اكيد هناك من يدعو الى قتل الشرطه والعسكري ده ممكن يبقى معاك وممكن يبقى ضدك. العسكري يبقى مع مبارك وضد مبارك، العسكري يبقى مع السيسي وضد السيسي، العسكري مع من ياتي. هل هذه اصوات شاذه ام تراها ربما متكرره دكتور كمال اذا كانت موجوده؟ في نظريات كامله بهذه. طيب دكتور سأعود إليك الأستاذ محمد. في إعلام عندكم ما يعرف كم الشتيمة ولا عمره عمل فايدة للشعب المصري، وفي إعلام يعلم يدعم إنه مصر، وماذا قدم للشعب المصري؟ ماذا قدمت للشعوب الموجودة إلا أن يكون هناك بناء ونظرية لإخراج هذه الشعوب من الاستبداد ومن الظلم الموجود الواقع عليه. ربما هناك كثير من الأدوار يقوم بها الإعلام المصري في الخارج أو الإعلام المناهض للانقلاب دكتور كمال، ومنها أننا نستضيف حضرتك لنسمع وجهة نظرك في الأزمة المصرية وفي طرح المبادرات، ونستقبل كلامك ونأتي برأي آخر ربما ويحدث هذا النقاش، هذا يقدم للناس بشكل جيد. سأعود إليك دكتور كمال. أستاذ محمد، طيب هو الحقيقه في اشكاليه كبيره انا بشوفها في ما يطرحه الدكتور كمال الان. الدكتور كمال الان كانه يهاجم معارضه فقط، وكانه انا بكل تاكيد اوافق على بعض ما جاء في كلام الدكتور كمال من انه المعارضه لم تتحد فيما بينها ولم تصغ رؤيه فيما بينها، لكن الحقيقه انا قلت لحضرتك ان عندي مشكله من البدايه في ان يساوى هذا الفعل او يساوى هذا الامر بما يرتكبه عبد الفتاح السيسي وزمرته في السلطة في مصر. لأن عبد الفتاح السيسي وزملاته في مصر باعوا الأرض، سجنوا الناس، قتلوا الناس، هذه أفعال لا يمكن مساواتها بكون أنه المعارضة والله مش متفقة فيما بينها. ومسألة طرح الكلام عن الأيديولوجيا وكان أيديولوجيا عيب أو كان كون الناس منتمين إلى أيديولوجيا، الحقيقة بستغربه من دكتور كمال اللي فضل 70 سنة من حياته منتمي إلى أيديولوجيا. الحقيقة أنا بستغرب بعض هذا الكلام، لكن خلينا أتجاوز هذا الأمر إلى فكرة الكلام عن أنه ماذا قدم هؤلاء. الحقيقة أنه ماذا قدم هؤلاء في سنة، لما بنيجي نبص في 4 وزارات مثال من مما تولاه يعني حركة الإسلامية، بنلاقي أنه حد زي الدكتور باسم عودة لم يختلف عليه 2 من المصريين في أنه قدم للمصريين. صياغة المشروعات، فكرة أنه في سنة دي مسألة كانت صعبة جدا، لكن أنا أقول لحضرتك أنه في بعض الملفات لم يختلف المصريين على أنه هؤلاء قدموا للمصريين. فكرة الاختلاف بقى حوالين أنه هم كانوا المفروض ما يترشحوش، أصل المؤامرة كبيرة. طب ما هو حضرتك بتتكلم عن مؤامرة، يا حضرتك بتتكلم عن أسقاط لهؤلاء، بتتكلم عن أنه هؤلاء تم التآمر عليهم. ده حضرتك اللي قلت من البداية ما ينفعش توصل للسلطة عشان أصل مؤامرة كبيرة وعشان أصله العالم مش هيقبلكم. ما أنت اللي قلت، حضرتك اللي قلت من دعوت هؤلاء إلى عدم تملك السلطة أو عدم الوصول إلى السلطة في هذه اللحظة كان مبررك أنه المؤامرة كبيرة وأن الحكم كبير وأنه ما ينفعش تتورطوا فيها لوحدكم. أنا موافق، لكن أن تقول الآن ماذا قدم هؤلاء على سنة ثم لا تنقد على الطرف المقابل السلطة وما ترتكبه في مصر الآن سلطة أمر الواقع، ثم أنه دكتور كمال ما جاوبنيش. السؤال كان واضحا وصريحا، من يا دكتور كمال حضرتك تدعو إلى الحوار؟ هل حضرتك تدعو المعارضة المصرية إلى حوار فيما بينها؟ وده أمر محمود واجب صم لحضرتك الآن أني أنا بدعو مع حضرتك واجي 24 ساعة شغال مع حضرتك في الدعوة للمعارضة للحوار فيما بينها. نعم. أما الحوار مع الحوار مع السلطة التي رفضت الحوار أساسا، طب هو إحنا بنعمل إيه؟ طب إحنا يعني هل بنخترع العجلة من جديد؟ هؤلاء رفضوا الحوار، هؤلاء ردوا على الحوار بمزيد من الاعتقال، هؤلاء ردوا على الحوار بمزيد من التفريط في الأرض، هؤلاء ردوا على الحوار طيب بمزيد من التبعية. الحقيقة يعني ده أمر مستغرب يعني. طيب دكتور كمال، إذا كانت الدعوة للحوار ما بين المعارضة وما بين أطياف المعارضة المختلفة فهذا أمر محمود من وجهة نظر الأستاذ محمد، ولكن إذا كانت الدعوة لأن تتحاور المعارضة مع النظام فهذا شيء غير منطقي من وجهة نظر.
أولا شكرا على الحوار العظيم مع الأستاذ محمد، وتطرق لأن أنا رجل صاحب بيت سعودية، وأنا أطلق في هذا أتفق فيه، وأنا لم أحد عن أيديولوجيات الأستاذ وبقيت ذلك. لو سمحت يا دكتور، لو سمحت يا دكتور، لا أستطيع سماعك بشكل جيد، لو حضرتك تقرب الهاتف منك حتى نتمكن من سماعك، تفضل. الأستاذ محمد يتكلم على أيديولوجيتي، وأنا أبغر وأترك بانتمائي للحركة الإسلامية السلمية التي تحملت وكان لديها مشروع تقدمه للناس. إنما عندما تكلمت عن المؤامرة الكبيرة تكلمت عن عدة أسباب وموجودة على التلفزيون ممكن تروها مرة واثنين وعشرة، وحذرت النظام الإسلامي وقتها بقيادة الدكتور مرسي على أنه الانهيار جاي ولأنه ما فيش ارتباط مع الشعب وما إلى ذلك. دي أسباب ما مش حوارنا الآن يعني. أما موضوع الحوار فأنا بتكلم، وكان يجب الأستاذ محمد يدرك ما قلته، إن النظام مستمتع بوجود معارضة ممزقة. يعني النظام مستمتع بوجود معارضة ممزقة. لو أن هناك معارضة قوية متماسكة النظام سيستمع لها وسيقبل الحوار، إنما طول ما المعارضة ممزقة وبتاكل ببعضها وبتتهم بعضها وبتشتم بعضها، لماذا يستجيب لها النظام والحوار؟ إذا حضرتك يا دكتور كمال تقصد مصالحتين، مصالحة داخلية أو حوار داخلي بين المعارضة، ثم حتى تتماسك وتقوى، ثم تحاور ثم تحاور النظام. وعايز أقول لك يا أستاذ إن هذا الموضوع الذي طرحته موضوع كبير ومهم ويحتاج إلى عدة حلقات نبين الأسباب بتاع الأزمة بتاع الأمة، ثم نبين سبل الخروج من الأزمة والفرق بين القضايا وبين الأزمة. ولذلك ضربت لك نموذج، افترض الآن يعني افتراض كده استيقظنا وربنا أكرمنا بأن الحركة الصهيونية في العالم وإسرائيل راحوا الدنيا، ماتوا، خدهم زلزال، آمين يا رب. فهل هتنتهي أزمة الأمة بانتهاء هذه القضية؟ هينتهي جزء كبير، هنخف الأحوال. إنما الأزمة اللي في الأمة ذاتية، أزمة ذاتية موجودة، وقلت لك على أسبابها، ومنها الإرهاب والعنف والتخلف والفساد والتعصب المذهبي والطائفي والاعتماد على الغرب والسلوك المعوج. هذه عموميات ربما أكثر دكتور كمال، أليس كذلك؟ يعني هذه عموميات. في حالتنا الخاصة هل من الممكن أن تحدث مصالحة بين النظام الحالي في مصر وبين المعارضة المصرية أو المناهضين للانقلاب؟ إن شاء الله العنصر الأساسي أن تتحد المعارضة وأن تكون يدا واحدة ولها مشروع لإنقاذ الشعب، وتوقف من جانبها العنف اللفظي أو غيره. والنظام ده سلطته، النظام قلنا انه مستبد وبيسجن وبيعمل باختفاء قصري وكل حاجه موجوده ومعروفه. هذا النظام مستبد، ما قلتش لا، انما اللي انا بقول عليه ويجب ان يلجا يعود الى حقوق الانسان ويعي ما يقول. انما اللي انا بقوله ان المعارضه مركزه على ان التسيير يمشي، راح للتيس النهارده كما راح المبارك او راح السادات او راح عبد الناصر او القذافي او صدام او غيره او بشار ولا غيره. هل انتهت ازمه الامه؟ ده اللي بتكلم فيه. طيب ارجع للدكتور متعمقه. الازمه اعمى. طيب ابقى معي دكتور كمال. اذا استاذ محمد ربما آخر حديث الدكتور كمال إنه المشكلة أعمق من رحيل النظام أو مجيء نظام آخر، وبالتالي المشكلة عميقة جدا، في ليس في المعارضة فقط وإنما في المجتمع. صحيح.
جزء كبير من مشكلة الأمة الإسلامية موجود داخل الأمة الإسلامية، لكن موجود بعوامل يعني مورست على الأمة الإسلامية. هذه أمة احتلت لعقود ومارس الاحتلال الإفقار والتجهيل عمدا، وليس يعني الناس ما صحيوش الصبح قالوا عايزين نتجهل أو عايزين نفقر أو عايزين نغير. المسألة مورست عليهم ممارسة بواسطة الاحتلال وبواسطة أتباع الاحتلال فيما بعد. الحقيقة أنه في نقطة بس في كلام الدكتور كمال، لا حين تنتهي أسباب وحين تنتهي يعني حين تنتهي سلطة عبد الفتاح السيسي بكل تأكيد هناك انفراجة في الأمر. صحيح لما مات عبد الناصر ولما انتهت سلطة عبد الناصر جاءت انفراجة في لما كان أنور السادات لما حب أنه يعمل إعادة إحياء لمشروع السياسي يفتح بس نفس للسياسة. الحقيقة كان في انفراجة. لما بيرحل حد في هيمنة عبد الفتاح السيسي، لما بيرحل بيحصل انفراجة في الأزمة وبيحصل أنه مسألة بالتدريج. والأستاذ كمال أو الدكتور كمال بكل تأكيد مش عايز الأزمة تنحل بكرة الصبح. المسألة بتتدرج، ومسألة تعليم الأمة أو مسألة عدم إفقار أو توزيع الثروة العادل في الأمة مسألة بتاخد وقت. بكل تأكيد أنا متأكد أنه الدكتور كمال يدرك هذا وهو بيتكلم في هذا الإطار. مسألة أنه المعارضة حين تتحد سيستجيب لها النظام، أي نظام؟ هذا النظام لا يرى معارضة أبدا على الإطلاق. ده نظام لما بيشوف حد بيترشح قصاده في انتخابات كان من داخل هذا النظام بيعتقله وبيغيبه حتى هذه اللحظة. إحنا مش شايفين هو فين، سواء كان سامع عنان أو ما نعرفش عمل إيه في أحمد شفيق أو يعني خلاص ركن وعرف. بنتكلم على من داخل هذه السلطة أي 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 حوار من الممكن أن يبنى مع هؤلاء. ثم أن هؤلاء فقط يعتمدون على الدعم الخارجي، مسألة بشكل مطلق. يعني دفاعهم الآن عن بعض القوى الإقليمية ودفاعهم مسألة مرتبطة بأنه هو هؤلاء هم داعميهم، هؤلاء من يتنفسوا بسببهم. مسألة العلاقة مع كيان الصهيوني مسألة متجذرة، والضغط على إخواننا في فلسطين من أجل يعني التنازل ومن أجل الركوع مسألة لا تخطئها عين. هذا نظام لا ينشغل أصلاً بالأمة أو ينشغل بأنه الناس غضبانة أو أنه الناس بتصوت. يعني المسألة دي مسألة مش شغلاء أبداً على الإطلاق. دكتور كمال أنا أدعم بكل تأكيد رؤيته فيما يتعلق بأنه أبناء هذا الوطن الحقيقيين، أبناء هذا الوطن الذي يريدون خيراً لهذا البلد لابد أن يتحاوروا ولابد أن يجلسوا معاً. بكل تأكيد أنا أدعم دكتور كمال في هذا الأمر مطلقا. سواء هذا الامر حقق حوارا مع هذه السلطه اللي انا مستبعده ابدا على اطلاق واختلف مع الدكتور كمال وده مساله حق ان يختلف فيها، او جاء هذا الامر لخلع هذا النظام. مساله المهم ان هؤلاء يجتمعوا. انا باكد على هذا المعنى وبقول بدعم كلام حضرتك يا دكتور كمال. هؤلاء لابد أن يتحاوروا من أجل مصلحة مصر. هؤلاء لابد أن يصيغوا رؤية استراتيجية من أجل مصلحة مصر بكل تأكيد. طيب أؤكد على هذا الكلام. طيب أستاذ محمد، حضرتك بتقول إنه المعارضة تؤكد إنه لابد أن تتحد وأن تتحاور وأن تتحاور. مسألة الاتحاد تحاورت وافترضنا جدلا أنها اتحدت. نعم. تقول بأنه الحوار ليس منطقيا مع النظام. أنا 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 مستبعده، لكن إذا يعني بكرة ما حدش عارف بكرة في إيه زي ما بيقولوا. يعني مسألة إن أنا أطلع على الغيب دي مسألة لا أدعيها. يعني إذا ما البديل؟ البديل بكل تأكيد هو إزاحة هذا النظام من السلطة. المسألة على فكرة مش بدعة من الـ يعني بدعة ما حصل في العالم. بنتكلم على دولة زي تشيلي كان فيها انقلاب عسكري. بالمناسبة هو ضربنا مثال بتركيا. تركيا مورسة ما مورسة في مصر الآن، مورسة بواسطة كنعان إفرين اللي تحاكم بعدها ب30 سنة وتحاكم بعدها ب35 سنة. مفيش أدنى مشكلة. مارس هذا القمع ومارس هذا الاعتقال ومارس هذا القتل في تركيا سنة 1980. ثم جاء ترجت أزال الرجل العائل شوية اللي حب يفتح الباب من أجل يعني بناء هذا الوطن، فقعد في السلطة 10 سنين، عمل عملية تحول ديمقراطي وقتية، وبعدين جه بعديه سليمان دبرير، وبعدين جه يعني رجب طيب أردوغان وسلطة التعديل والتنمية. بكل تأكيد ده يعني البديل إزاحة النظام. البديل إزاحة النظام، السبيل لذلك، السبيل للتواصل لذلك. التدافع الطبيعي بين البشر، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. أما هذه اللحظة أنا أؤكد على أنه واجب الوقت الحوار وبناء يعني رؤية استراتيجية واحدة بين
أطراف المعارضة المخلصة المصرية. أنا أؤكد على هذا المعنى وأدعم الدكتور كمال في هذا الأمر بكل تأكيد. أما أن يكون شغل الشاغل هو الكلام عن أنه الأمة الإسلامية داخلها إرهاب، أنا أقول أن الأمة الإسلامية الإرهاب مصطلح، هذا المصطلح اللي أنا شخصيا بستغربه، العنف يعني أو الإرهاب بداخل الأمة الإسلامية لا يكاد يمثل 1/10 من داخل أمم أخرى. الآن النظام الصيني يمارس عنفا وإرهابا باتجاه إخواننا المسلمين في الأجور وفي تركمانستان الشرقية، عنف ليس له مثيل. بنتكلم عن 1,000,000 معتقل، بنتكلم عن ناس تعدم من أجل أنها حجت ولم تأخذ إذن من السلطات الصينية. هذا هو إرهاب. الإرهاب ما يسمى إرهاب أو ما يسمى العنف داخل الأمة الإسلامية لا يكاد يعني يجاوز 1/10 من حوادث العنف اللي داخل الولايات المتحدة الأمريكية. بنشوف طفل بيشيل السلاح اللي هم كلهم شايلين السلاح وبيقتل 50 واحد ولا 60 واحد من زمايله في داخل المدارس. الحقيقة إنه ألصاق هذا الأمر بالأمة الإسلامية هو استجابة لما يريده يعني أعدائنا، وأنا أربأ بنا إن إحنا يعني نرد هذا الكلام خلفهم، لأنه مسألة غريبة. أنا أرى أن هناك عنف بكل تأكيد، وهناك يعني حض على العنف، لكن ليس بهذا، ليس بهذه الصورة التي تصور أبدا على الإطلاق. ما يمارس بحق يعني الناس يجعل الناس ينفجروا في وجه هذا العنف الممارس عليهم من النظام. تفسير ولا تبرير ما تقوله؟ لا تفسير. تفسير. ليس تبرير على الإطلاق. طيب أعود إليك مرة أخرى دكتور كمال. الأستاذ محمد عندما سألته عن البديل قال البديل إزاحة النظام، بما أنه الحوار مع هذا النظام غير ممكن، النظام لا يقبل ذلك، والمعارضة ترى بأنه لا يمكن التحاور مع هذا النظام. يعني يشكر الأستاذ محمد والكلام حل غير الحل، الكلام حل غير الحل. وإذا ضربنا مكس في تركيا الصوت غير واضح يا دكتور كمال، معذرة. من عندكم. طيب لو حضرتك تقرب الهاتف منك مرة أخرى، معذرة. قريب جدا على الهاتف، على ودني وعلى ودني والله يا ابني. طيب يا دكتور ربنا يحفظك، تفضل. ألو. تفضل يا دكتور. ألو. تفضل. تفضل يا دكتور كمال. يعني تفضل. ما أكثر أن يكلف الإنسان ويتمنى أو يتكلم عن هدف مطلوع دون عمل حقيقي يؤدي إليه. إذا كنت بتاخد درس من تركيا والعسكر، فأنا صديق الله يرحمه الدكتور نجم الدين أربكان من سنة 1974، وهو وصباح الدين زعيم وحسن أصطاي ونزال أصيل هو التركي اللي كان وزير داخلية في عهد نجم الدين أربكان موجود في دار السلوك. أنت عايز عقلية زي عقلية نجم الدين أربكان، رغم أن أردوغان خالف أستاذه نجم الدين أربكان وجنح هنا. شوف اللي حصل لعبنا أبو الفتوح عندما خالف قيادته واستقال عشان يترشح لرئاسة الجمهورية. أو ده حصل إيه وده حصل إيه؟ نفس اللي حصل. عايز عقلية دي عقلية نجم الدين أربكان اللي قال عليه كيف؟ تقود المعارضة. ما هو قال عليه خارج عن المشروع برضه. ما هو نفس الحكاية، نفس اللي حصل يا فندم، نفس اللي حصل. موريس عليه ما موريس عليه. محتاج نجم الدين أربكان عقليته لما كان في الاتحاد والنظام في آخر سنة 1969 والنظام حضر الحزب، عمل حزب السلامة، ولما لقوا حزب السلامة عمل حزب آخر الرفاه. طيب تعال يعني الراجل عقلية متصورة وأستاذ طرف جدا في التفكير السياسي، وكاد يكون من أحسن الناس في العام السياسي في القرن ال50 سنة الماضية، هو مجموعة من السياسيين. نعم. أنت محتاج سياسي جيدة. عندنا. عندكم اسمح لي. عندنا. أقول اسمح لي أقول. تفضل. عندكم راجل سياسي بارع ومحترم، لو كل الناس تلفوا حواليه وكان أصبح هو الوجه الموجود، يعني شخصية زي شخصية أيمن نور أو حد من على هذا القرار، رجل عنده لمحات سياسية محترم. إنما المعارضة نفسها
لا يمكن إزاحة النظام والمعصب وفشك في هذا الأمر. أنا قلت لك النظام ما أنا اتفقت معك يا فندم، ما أنا اتفقت معك، هو هي نقطة الخلاف فقط. أنا اتفقت معك، أنا اتفقت مع كمال. أنا اتفقت مع صحيح النظام بس مسألة. والأستاذ محمد يتفق معك في هذه النقطة بأنه النظام يستمتع كما تقول بتفكك المعارضة، ولا بد من حوار بين المعارضة. الاختلاف حضرتك تقول بأنه الحوار مع النظام هو السبيل لحل الأزمة، الأستاذ محمد يقول إزاحة النظام هو السبيل. يكون اليوم حتى يكون اليوم بكرة يضطر النظام يتحاول، لما المعارضة تبقى معارضة قوية أو الطريق الثالث يتضح. ولذلك بقول لك النظام أنت محتاج حلقتين ثلاثة، وأنا مستعد تاجي ونمسك الأمر في ندوة عندكم في تركيا يسرني والله. نمسك لأن دي أزمة الأمة، نورنا نورنا دكتور كمال، ومصر منها تشرف كل مكان يا دكتور كمال. هناجي على حسابي وأقعد ونعمل ندوة يسرني والشواهد في التلفزيون الرؤى تتضح. صرف لنا لما المعارضة مفككة لن يتيح النظام بعد. يعني عندك استعداد تعمل كده دكتور كمال بجدية؟ يضرني والله يضرني. طيب نعم أنا يشرف نعمل ندوة. يعني نقول ان دي دعوة الدكتور كمال للمعارضة، لو عندها استعداد حضرتك تيجي. يضرني انما انا عارف ان في ناس في المعارضة عقليتهم لا يمكن تقبل الحوار. ليه طيب؟ زيهم زي النظام بالضبط. لا 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 لهذه الدرجة دكتور كمال؟ أي والله لا ده لا ده رأيي. اللي أعرفه مش عايز أتكلمه في التلفزيون. طيب لا بس مسألة يعني خليني بس طيب بس أقول إنه أنا بالفعل اتفقت، أنا متفق مع الدكتور كمال بكل تأكيد في إنه حوار سبيل الاتحاد المعارضة. والحقيقة اتحاد مسألة اتحاد أو عدم اتحاد دي أنا بس عندي في توصيفها مشكلة. هل الاتحاد بمعنى أن هي يعني تكون ماشية وراء قائد واحد؟ الحقيقة ده بيحصلش يعني حتى في تجارب أو حتى تجد قواسم مشتركة بالضبط. هو ده الأمر. نعم هو ده الأمر أنه إحنا نبني جسور قضية مصر قضية واحدة. نعم نعم أنا بكل تأكيد تكون واحدة بكل تأكيد إلى قضية مصر بكل تأكيد، لكن أما أيديولوجياتها مختلفة لا مهم. طيب نعم بكل تأكيد تستراكي وتستيوعي. طيب أنا فاهم أنا فاهم حضرتك، أما بالنسبة لقضية مصر يجب أن يكونوا الجميع متفقين. أنا فاهم حضرتك، لكن هناك تجارب أخرى يعني لم تتوحد المعارضة لكن الأمر مشي ونجحت. يعني بنتكلم عن تشيلي مثلا، هناك جبهتين اتفقوا على ما لا يريدوه. هي المسألة هنا هي هنا هنا بس هي التكنيك بس مختلف، لأنه أنا أرى في اتحاد طب اكمل فكرتي. طيب يا دكتور اكمل فكرتي بس اكمل فكرتي، انا مش مختلف مع حضرتك. طيب اكمل الفكره بس. طيب يا دكتور حاضر راجع لحضرتك. اكمل الفكره بس انا مش مختلف مع حضرتك. هي الفكره في انه انا ارى في المعارضه المصريه في حال المعارضه المصريه الان صعوبه كبيره في انه تتوحد حول قياده واحده، لكن من الممكن ان تجد في رؤيه استراتيجيه يعني كبيره وثيقه مبادئ او وثيقه شرف موحده بين الجميع، من الممكن ان تصاغ هذه الوثيقه، وده امر جيد. واظن الدكتور كمال يعني يتوافق مع يوافق على انه امر جيد انه يجدوا رؤيه انه يتكلموا عن 20 سنه قادمه شكل تداول السلطه عامل ازاي، يتكلموا عن يعني بنتكلم عن وثيقه اهداف ومبادئ مشتركه وقيم مشتركه ما بين المعارضه. اذا وصلنا لهذا الامر اظن انه قد يكون امر جيد جدا. اما مساله انه احنا نطمح للتوحد، ماشي نطمح، لكن تقديري انه لا مش يعني صعب في ظل هذا الوقت الحالي. لكن اذا كنا بنطمح ليه وبناس عليه يا مرحب، مفيش انا شخصيا ما عنديش مشكله. يعني مش شايف انه في مشكله في حد انه هو يقود والناس تمشي وراه اذا كان قياده حكيمه واتفق الناس عليه. ايه المانع؟ مفيش ادنى مانع. لكن تقديري وهو غير امنيتي زي ما قال الدكتور كمال في فقره بقى ان تتمنى وبين ان تقدر او بين ان ترى. اظن ان تقديري في هذا الامر مختلف شويه انه احنا صعب ان احنا نجد هذا الامر، لكن الحوار بكل تاكيد مرحب بيه دكتور كمال. طيب. وانا يعني هقول لحضرتك الحركه تتفاجئ من اللي حضرتك شايف ان هم ما يجوش حوار بتاعك. اذا جيت هنا وادرت منتدى حوار
انا اظن ان هم هيكونوا مرحبين وهيجوا يحضروا الدكتور كمال. مفيش حد بهذا القدر من العنف او الدعوه للعنف في من اعرفه على يعني على اقل تقديري. لكن استاذ محمد قبل ان اعود للدكتور كمال وربما نختم حتى ناخذ فاصل فيما يتعلق حتى التوصل إلى وثيقة مبادئ بين الأطياف المعارضة بعد 5 سنوات لم يتم التوصل إلى ذلك، أليس يعد ذلك قصورا رهيبا في أداء المعارضة المصرية في مواجهة انقلاب دمر مصر في النهاية؟ طيب خليني أقول لحضرتك أنه هذه ليست محاولة أولى. الدكتور كمال بكل تأكيد يعلم هذا الأمر، وأنه مثلا كمثال بيان القاهرة اللي صدر من القاهرة في سنة 2014 كان يضم وثيقة مبادئ ووثيقة وميثاق شرف ما بين القوى السياسية، لكن العائق دائما مكان القمع. هؤلاء كانوا ملاحقين، خرج الدكتور سيف عبد الفتاح وهو ملاحق، خرج عبد الرحمن يوسف وهو ملاحق، خرجوا ملاحقين بسبب بيان القاهرة وهذه الوثيقة المبادئ ووثيقة الشرف أو ميثاق الشرف ما بين القوى السياسية. هؤلاء لوحقوا لأنهم يسعون لحوار ما بين المعارضة. هنا مسألة، يبقى مسألة خارجة عن إيدين المعارضة وخارجة عن إيدين هؤلاء، لأن هم سعوا وبذلوا وتم الاتفاق على وثيقة شرف. وأنا يعني يمكن كنت حاضر هذه المشاهد في القاهرة وكنت حريص على أن يكون داخل هذا العمل، فإنه حصل حاجة زي كده في الخمس سنين اللي فات حصل، وهذا أمر يمكن البناء عليه. يعني إذا جبنا وثيقة المبادئ وميثاق الشرف بتاع بيان القاهرة يمكن البناء عليه. في 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 حاجات تانية يعني يعني مش هيسع الوقت لذكرها، لكن خلينا نقول إنه في عمل مورس وفي تم التوصل إلى نتائج حتى وإن كانت نتائج غير مرضية لكن يمكن البناء عليها. القصور في المعارضة، خلينا أقول لك إنه المعارضة مش ملائكة، وخلينا أقول لك إنه أنا متفق على إنه في المعارضة من هو مستفيد من هذا الوضع ومش عايز المسألة توصل لحل، لكن مش ده الأغلب ومش ده 1% ومش ده 2%. يعني أنا أظن إن هم أقل بكثير من هذا التأثير يعني. إذا أعود إليك مرة أخرى دكتور كمال، ربما أختم معك على أو حول رؤيتك لإمكانية إدارة هذا الحوار بين أطياف المعارضة، وربما في كم من الوقت يمكن أن تتفق من خلال متابعتك لهذا الأمر؟ يعني أولاً دي دعوة جادة سواء مني أو منكم للحوار وللمعارضة، ليس لأنحاز للمعارضة الموجودة ولا للنظام، إنما لإنقاذ مصر كطليعة للأمة العربية والأمة الإسلامية، ونتخذ الحوار بديلاً للصراع في هذا الإطار. إنما أنا أتمنى أنكم تركبوا في التلفزيون أو في المؤسسات الموجودة عندكم لحوار سريع وينشر على الهواء مباشرة، يتكلم عن توصيف الأزمة وعن أسباب الأزمة القائمة دون مجاملة لضرب من الأطراف لا الحكومة ولا المعارضة، ثم ما هو الطريق يبين ما هو الطريق الذي يجب أن تسير فيه المعارضة الإصلاحية وليست المعارضة الصدامية، إنما المعارضة الإصلاحية. وأنا سعيد أن الأستاذ تبا يعني يكون متفق بعض، لأن جيد أساس للانطلاق. عندكم ناس رغم اتهامهم بالعنف وكذا، كما يعني أنا لمست تفكيرهم المحترم زي الدكتور طارق سمر وغيره، هناك ناس السبعة تفكت بهم بالتالي راجل محترم ومفكر سياسي عظيم، ويسألوا عن أسباب الأزمة تقول لك أسباب الأزمة، هل يعطي المعارضة من هذا؟ أنا بقول لك المعارضة معارضة لوجودها كذا تساعد النظام على الاستمرار، والنظام مستمتع بوجود وأداء بعض المعارضة رغم الصراع الواضح بينهما أو حتى المطالبة بفصل بعضهم.
إذن هي دعوة من حضرتك لأطياف المعارضة أو المناهضة للانقلاب العسكري في الخارج خاصة في إسطنبول، نقلناها على الهواء والكل يكون سمعها أو ربما يشاهدها ويستمع إليها. هذه الدعوة على الهواء مباشرة منك مباشرة أستاذ أو دكتور كمال الهلباوي، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذه الحلقة ضمن برنامج مباشر مصر. شكرا شكرا جزيلا دكتور كمال الهلباوي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، شكرا لك. أستاذ محمد نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال حلقتنا في بعض الأخبار. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل، ابقوا معنا. مسيرة تانية جاية أعدادها كبيرة برضه جاية في على مرمى من البشر كده في الاتجاه برضه وسيحكم التاريخ علي وعلى أهلي. قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح أو هل في واحد مصيب بطعم خلاص من عندنا؟ سلطان وأكبر معوق لحركة ألف إشباح 3-7 ألف قتل مش دولة حقيقية. تانية جاية أعدادها كبيرة برضه جاية في على مرمى من البشر كده في الاتجاه برضه وسيحكم التاريخ علي وعلى أهلي. قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح أو هل في واحد مصيب بطعم خلاص من عندنا؟ سلطان وأكبر معوق لحركة ألف إشباح 3-7 ألف قتل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من مباشر مصر. أعود وأرحب بالأستاذ محمد الجبة الناشط السياسي المصري. أستاذ محمد أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بكم. ربما معنا بعض الأخبار حول ما يحدث الآن في مصر، نبدأها بما أعلنه مصطفى مدبولي. أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في كلمة له بمؤتمر تكافل وكرامة أن خدمات الدعم النقدي ستقتصر على العائلات التي لديها طفلان اثنان فقط بداية من شهر يناير 2019. هذا ومضى 3 أعوام على تدشين برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة لنحو 2.2 مليون أسرة فقيرة وفئات أولى بالحماية، وتضم حوالي 9.5 ملايين مواطن، ويبلغ حجم الدعم ما بين 60 إلى 100 جنيه فقط للطفل الواحد شهريا. أستاذ محمد، يعني كيف تعلق على هذا الأمر بأنه هو في البداية أصلا هل هناك في دعم نقدي، هل هناك في مشروع تكافل وكرامة ده موجود؟ هو دكتور كمان ما عادش معانا، فأنا هقول أنه ما يصنعه هؤلاء في بند العدالة الاجتماعية لا يصنف إلا على أنه جريمة، وهؤلاء مجرمون بحق العدالة الاجتماعية. لأنه العدالة الاجتماعية أبسط، إذا كنا بنتكلم على التكافل والكرامة هو بيوحي لي إنه هو بيشتغل على العدالة الاجتماعية، مش كده؟ هو عايز يقول كده، هو عايز يقول إنه بيشتغل على العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية يعني أولى مقتضياتها إنه تحاول توزيع الثروة العادل ما بين المصريين. إذا كان الغني ضريبة بيدفع ضريبة أعلى، فياخد الضريبة الأعلى من هذا الغني أو اللي دخله مرتفع وأوزعها على في شكل خدمات أو في شكل يعني دعم للفقراء. هؤلاء لا يصنعون ذلك على الإطلاق. المسألة عندهم أنه لا، إحنا عايزين نوفر 150 مليار جنيه عشان 250، معرفش بزي 250 الرقم يبقى 250 ألف فصل اللي هو يعني فده هيكلفني 150 مليار جنيه. فالحل بقى، الحل تفتق عنه ذهنه أنه يوقف العلاوة الدورية للموظفين اللي هي أصلا لا تكاد تكفي الناس، والناس النهارده في مصر بتئن زي ما قال الدكتور كمال وزي ما احنا بنسمع كلنا. الحلول اللي بيتفتق عنها ذهن مصطفى دبولي انه اصلها حزمه تشجيعيه، اصله الاثنين بس، نخلي اثنين بس يعني الناس تولد يعني الاسر تولد اثنين بس، وهو يتفتق ذهنه عن انه عمرك خبطت على جارك وشفته هو مخلف اكتر من اثنين تقول لك فيها كده. الحقيقه هؤلاء بلهاء ومش عارفين انه في حاجة اسمها ثروة قومية او استثمار في البشر، او عارفين بس بيستهبلوا لمصلحة انه اصله القوة الدولية عايزة تعداد السكان في مصر بشكل ما. ده شغل اقل ما يقال عنه انه اجرام في حق المصريين واجرام في حق العدالة الاجتماعية اللي هم بيحاولوا يركبوا. يعني الزيادة السكانية ليست عبئا على الدولة استاذ محمد؟ مثال البرازيل،
البرازيل دي كانت لما كانت بتضارب بهؤلاء العسكريين الفشل الجهلة كانت الزيادة السكانية عبء على البرازيل. لكن لما جه لولا دي سيلفا مساح الأحذية اللي وصل إلى السلطة واشتغل على العدالة الاجتماعية المسألة ما بقاش مسألة عبء. تركيا اللي فيها 80 مليون أو 90 مليون بني آدم لما كانت بتضارب بواسطة هؤلاء المنقلبين الجهلة أو الفشلة كان الزيادة السكانية عبء. لكن لما وصل حد بيدير المسألة لمصلحة الناس ما بقتش عبء. الصين اللي فيها مليار و600 مليون بني آدم ما الزيادة السكانية أبدا ليست عبء. إدارة الناس وإدارة الثروة البشرية هي اللي هو هؤلاء جهلة في هذا الأمر ولا يمكن أن يتفتق عن ذهنهم إلا إدارة بالشكل ده. انه اقول انه ناس اقول للناس انه الزياده السكانيه هي المشكله اقول للناس ما اقولش للناس انه عدم توزيع الثروه عادي المشكله مش هقول الكلام ده مش هقول انه الرواتب في بعض المهن الخاصه اللي هي بتدعم بقاء هذا الشخص على سده الحكم هي اللي بتاخد الدخول المرتفعه وبقيه الناس تاكل طوب زي ما بيقولوا لا دي مش هعرف اقولها. فايه اللي يتقال انه ما تخلفش اكتر من اثنين عشان ده مش في مصلحه المصريين مش قادر. يعني هؤلاء أقل ما يقال عنهم مجرمون من جريمة وبلهاء من البلاء. لا يعني فكرة أن أسرة عندها طفلين أديها دعم نعم. وأسرة عندها ثلاثة اللي هو عبئها أكثر نعم. لا دول ما ياخدوش دعم هو ده بشر بيه ده يعني بشر. هل ده يعني عقاب يعني للناس عقاب لأن عنده أكثر من ثلاثة أطفال هو بشر بيه حد زي الناطق باسم مخابرات عمرو أديب وغيره وغيره أنه لا هو ده ما هو دي مسألة بتطبخ بقالها فترة والمخابرات بتقول له اطلع قول انه اللي عنده اكتر من طفلين مش هياخد التعليم مش هياخد حقه في التعليم الثالث ومش هياخد حقه مش عارف ايه فتبدا المساله تمشي بهذا الشكل لغايه ما تطلع قرار من بين قوسين رئيس نعم. وزراء عبد الفتاح السيسي ويقول الكلام ده بشكل علني وتصريح. طب مقارنه بالوضع ده وعدم تحقيق العداله الاجتماعيه او ربما الجور على الاسر اللي عندها اكتر من طفلين في المقابل بقى هناك عواصم اداريه جديده يجري نعم. العمل عليها الان طبعا. طيب خلينا نشوف الخبر ده. قال وزير المالية محمد معيط إن الموازنة العامة لا تتحمل أي أعباء في تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة مشيرا إلى أن السيسي وجه ببيع الأرض المقام عليها المدينة وتحويل هذه الأرض إلى مصدر للتمويل وبحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال. قال معيط في كلمة بالندوة السنوية للمؤسسة الروتارية إن هناك 13 مدينة جديدة يجري إنشاؤها حاليا بخلاف العاصمة الإدارية ستكون إضافة مهمة للاقتصاد القومي الذي استفاد أيضا من المشروعات القومية الأخرى وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس حيث حولت القناة أكثر من 4 مليارات دولار لموازنة العام المالي الحالي. إذن جريمة جديدة 13 عاصمة جديدة لا 13 مدينة يعني. الحقيقة إنه العنوان اللي موجود على الشاشة ده هو في ذاته جريمة لأنه من قريب استصدر عبد الفتاح السيسي وبرلمانه وحكومته قانون يتيح لغير المصريين التملك يعني بشكل وأنا حقيقة مش قادر أفهم هل العبار والشركة الإماراتية التي تدير إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة هم هؤلاء اللي هيقدروا يشتروهم ما اظنش ان المصريين هيقدروا يشتروا في العاصمه الاداريه الجديده اراضي بالملايين زي ما هم بيعلنوا ما اظنش ان المصريين هم اللي هيشتروا واظن ان مساله رهن للعبار وشركائه في الاماراتيين في اداره يعني هذا الامر وانا اظن ان هي جريمه تضاف الى جريمه عبد الفتاح السيسي في بيع اصول الدوله لغير المصريين بيع اصول الدوله الحقيقه ايه بيع اراضي في العاصمه الاداريه هيبيعها لمين المصريين هيقدروا يشتروا بهذه المبالغ ولا بيعها لغير المصريين كما استصدر القانون يجرم ذلك او الدستور يجرم بيع الاراضي هو عمل قانون هو عمل قانون عشان ما يجرمش هو مصلوم مساله بقت في ايده خلاص أيوه. طبخ القوانين بقت في ايده لكن في حاجه اسمها عرف دستوري في حاجه اسمها عرف قانوني انه اراضي الدوله واصول هذه الدوله لابد ان تكون ملكا لهؤلاء بنتكلم عن عاصمه اداريه يا استاذ محمد عاصمه اداريه يعني عاصمه اداريه هتتحوط بسور وتحرم على المصريين داخل كان في تصريح لواحد واحد من رئيس هذه العاصمه بيقول هنحتاج بوابين في هذه طب هو مش المفترض ان العاصمه الاداريه الجديده ده مشروع استثماري كبير يعني المفروض نعم. انه اصلا ما يحتاجش ان هو يبيع اراضي عشان يمول عمليات الانشاء من المفترض انا بعمل مشروع عشان المشروع ده يدر مبالغ هائله اعمل بيها مشاريع تانية
فعلى ما يدل ذلك انه هو بدا يبيع اراضي اصلا يعني. هو الحقيقه هيودينا سؤال تاني، من يحاسب على فتح السيسي اصلا؟ يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله ده مظبوط، لازم يتعمل، ولازم لما هو يعمل خلافه يعني منطقي. سؤال الراجل في الشارع يسال كده، يقول يعني هو دلوقتي مش مفروض عمل عاصمه؟ نعم. والعاصمه دي هتجيب فلوس استثمار. نعم. يعني مشروع استثماري كبير. طيب. هيجيب فلوس، الفلوس دي اعمل بيها مشاريع ثانيه، اعمل بيها انشاءات ثانيه. لا دلوقتي لا، ده انا ببيع اراضي موجوده في العاصمه الاداريه عشان اعمل حاجات ثانيه. ما انا بقول لحضرتك ده السؤال اللي لازم لا يسوقنا ليه الامر. من يحاسب على فتح السيسي؟ مين اللي هيساله اسئله اللي حضرتك بتسالها دي؟ هو مسألة دي بقت تركة وبقت تدار بشكل يعني بهذا الشكل، انه يستصدر قانون عشان يعمل الجريمه دي، وبعدين يستصدر قانون ثاني يعني عشان يعني الشقق اللي في العاصمه الاداريه فاضيه يا استاذ محمد؟ ايش الشقق؟ انا ما اعرفش ايش الشقق اللي في العاصمه الاداريه. ما يعلن عنه من الارقام بكل تاكيد ليست للمصريين، بكل تاكيد وليست الا 3 او 4 مليون تقريبا، وليست الا لفئه محدوده جدا من المصريين، ومساله اللي هم، وانا اظن انه كمان مش بس اللي معاه فلوس هيقدر يدفع، اظن هيكون في تحريات امن دوله كمان. انا بقول لحضرتك من يحاسب على فتح السيسي؟ ولا يحاسب سلطه على فتح السيسي؟ لا احد. طيب ربما نختم ببعض التغريدات معك استاذ محمد، الوقت دهمنا بشكل كبير. هذه تغريده لي البردعي واجهت انتقادات كثيرة، خلينا نأخذ التغريدة نقرأها وتعلق عليها. يقول البردعي: نرى السجون ممتلئة بالشيوخ والشباب، بدءا من مرشحين للرئاسة إلى صحفيين وأطباء وسفراء وأساتذة جامعات وخبراء في التقنية وغيرهم من أصحاب الرأي، على الرغم من أن العنف ليس من التهم الموجهة إليهم. سؤال يطرح نفسه بقوة: هل هذا هو المفهوم الصحيح للأمن القومي؟ أليست هناك بدائل أفضل؟ الحقيقة برضو من هذا الشكل من الكلام، لو الكلام المطلق شكله جميل وشكله حلو، ليست هناك بدائل أفضل للمصريين. والدكتور محمد بردعي وغيره ينسون أنهم جزءا من صناعة هذه الأزمة، والحقيقة أنه بيعتمدوا على ذاكرة المصريين، وكأنه ذاكرة المصريين هي ذاكرة السمكة. الدكتور محمد بردعي كان يشغل نائب الرئيس ما بين قوسين ما بعد الانقلاب العسكري، و يعني كان احد الاضلاع في عمليه الانقلاب العسكري، واظن انه بهذه الخبره وهذه الرؤيه وهذه الرؤيه المستقبليه التي تسبق الناس ملايين السنوات الضوئيه، ما كانش يعرف انه لما العساكر بينقلبوا على السلطه بيعملوا اللي بيحصل ده. الحقيقه انه ده امر مستغرب، لكن هنأكد على السؤال ايه البدائل الافضل، بس كمان هنسال سؤال الدكتور محمد بردعي: ايه البدائل الافضل؟ هل مثلا يعني اعتقال فئه دون فئه؟ ليس المساله برضو محتاجه سؤال للدكتور محمد بردعي، لانه في هذه اللحظه كان يوافق على اعتقال جزء دون الاخر. طيب، كثير من الانتقادات على تغريده البردعي، ناخذ التغريده التي تليها. احمد حسون يقول: هناك تصحيح لهذا الكلام، المفروض يقول بدءا من رئيس منتخب انتخاب حر وهو الاول في تاريخ مصر، ولا ما كانش معترف ان دكتور مرسي اول رئيس مدني منتخب؟ تعليق بكلمه. هو يعني حقيقه يعني الراجل هو مش مطنش الدكتور مرسي على الاخر يعني. طيب، سعيد الحاج، الدكتور سعيد الحاج يقول: يبدو ان الرئيس المنتخب ليس ضمن السجناء، والا لتحدث عنه الدكتور بالتاكيد. نفس الفكره. نفس الفكره بالتاكيد. هو مش شايف الدكتور مرسي اصلا. طيب، دكتور خالد يقول: بدءا من رئيس الجمهوريه، اصدق ولا خايف تقولها ولا ما قلتهاش؟ يبقى كل الهري بتاعك ده على الفاضي. هري البردعي على الفاضي يا استاذ محمد؟ بكلم دكتور محمد بردعي يعني بقاله مصطلح دكتور خالد يعني. لا مش هقول كده، بس هقول الدكتور بردعي بقاله فتره عمال بيقول لنا يعني الحقائق الكونيه كلها، بيقول لنا ان الشمس بتطلع بالنهار وانه بالليل، الحقيقه عمال بيقول لنا مجموعه من الحقائق، ولا يحرك ساكنا، وهو رجل ذا ثقل على المستوى الدولي، لا يحرك ساكنا باتجاه القضايا المصريه ولا باتجاه دعمها. اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد الجبر، الناشط السياسي المصري، كنت معنا ضمن هذه الحلقه من مباشر مصر. شكرا لحضرتك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعه، وحتى نلتقي في امان الله. مسيره ثانيه جايه، اعداد كبيره برضه جايه في على مرضى من البشر كده في الاتجاه برضه القاهره، وسيحكم التاريخ علي وعلى اسمي. قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح؟ او هل في واحد مصيب بطعم خلاص من عندنا؟ واكبر معوق لحركه يشبه 3 7 الف خط مش دوله حقيقيه.